السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الإنسان مسير أو مخير؟ أنت مسير ولا مخير؟ أنت مسير ومخير. مسير بأقدار الله تعالى، بكتب رزقك وأجرك وشقي وسعيد، هذا كله عند الله تعالى. مخير بأفعالك، تبي ماي؟ لا بابا ماي، أنت مخير. مخير بأفعالك ومسير بأقدار الله تعالى. الله تعالى أعطاك الطريقين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى وهديناه النجدين الطريقين، إن أحسنت لنفسك وإن أسأت فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله تعالى جعلك الطريقين، فأنت مسير بأقدار الله تعالى ومخير بأفعالك، وأنت في بطن أمك نزل عليك الملك ونفخ فيك الروح ويؤمر بكتب بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الله كاتب كل هذا، وهذه اللي الله كاتبها تستطيع أن تغيرها بأفعالك. سويت أعمال صالحة الله تعالى يغيرها ويرفع عنك البلاء. الله تعالى كتب إن عمرك وأنت في بطن أمك مثال 40 سنة، هذا مكتوب. الله تعالى سير هذا الشيء وقدر هذا الشيء، اللي قدر الله تعالى كذلك قدر لك، إذا سويت أعمال صالح عمرك هذا يمتد، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. إذا برت بأمك راح تأخذ إضافة على عمرك عمر جديد. وقيل بعضهم يعني أن الله تعالى جعل يومك هذا مبارك، يومك كله بركة، سبحان الله. فأنت أجلك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسر في أجله فليصل رحمه. مو الله كاتب قدر رزقك كذا، تبي زيادة سوى أعمال صالحة تأخذ زيادة برزقك، مثل يسمون أوفر تايم، صح؟ الله تعالى يجعل الذي قضاه يتغير بأفعالك. من أحب أن يبسط له في رزقه، معنى مكتوب أنه فقير لكن تبي تصير غني صل أرحامك، تبي الله يمد بعمرك الله لب أرحامك، ابن عمومتك ابن أخارتك وأرحامك. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. مثال آخر، الله تعالى قضى أن باليوم الفلاني راح يجيك بلاء وتنزل عليك مصيبة وطامة، لكن أنت دعوت الله تعالى دعاء صح بوقته، قلت دعاء الصباح والمساء، مثال نفس الوقت هذا الحين قبل غروب الشمس، قلت دعاء اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، أذكار مساء كلها وقلتها، تبي الله يحفظك، أعوذ بكلمات الله تمت من شر ما خلق، كان نازل عليك بلاء، دعائك صعد وتعارك، فقضى الله أن دعائك قوي، الله ما يرد دعائك، فرفع عنك البلاء. مثل جاء مطر سكر الفتحة ولا حط شمسية ينزل عليك، ما ينزل عليك مطر، ما يصيبك المطر، نزل. تبي تحمي نفسك عليك بالدعاء، الله ينزل بلاء وعليك بالدعاء وانك تبذل السبب. فالقضاء معلق في منجز، المعلق ان وصلت رحامك الله يمد بعمرك، وصلت رحامك يزيد لك في رزقك وتكون لك بركة في مالك. فأعمالك انت تغير، الدعاء يرد، لا يرد القضاء الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، كما قال عليه الصلاة والسلام. فنصيحتي لكم، استغلوا أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، أذكار المساء، عصر الجمعة، لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء اللي هو طالع من القلب ويعي ما يقول ويؤمن بقلبه إن الله تعالى يحسن ظن بالله إن الله تعالى سيستجيب دعائي، الله أمرنا بفعل، ادعوني أستجب لكم. اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي يا رب سترك وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا جماعة الدعاء هذا أنا لما أقرأ يقشعر جسدي، قل الدعاء بقلب، استغل، لا يرد القضاء إلا الدعاء. يمكن أنا قضى أن بيجيك بلاء اليوم لكن قلت الدعاء وقلته بقلب صباح ومساء، الله يحفظك بحفظه، احفظ الله يحفظك. أدعو الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يشرح صدوركم ويسر أموركم ويفرج همومكم ويجعلنا وإياكم من كل هم فرجا، اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. أسأل المولى عز وجل، أسأل الله تعالى أن يحقق أمنياتكم. يا رب تحقق أمنياتنا، يا رب تيسر أمورنا، يا رب تشفي مرضانا وتحفظ أمهاتنا وآباءنا وتحفظ بناتنا وذرياتنا وتحفظ اللي نحبهم يا حي القيوم، وتستجب دعاءنا، وعليك بكل ظالم، اللهم عليك بكل ظالم، وانصر كل مظلوم ويسر الأمور يا حي القيوم. أحبكم في الله، وادعوا الموتى في قبورهم فهنيئا لكم أنتم أحياء،
تقدر تدعو لهم ما تقطع أعمالهم، ادعو لهم أن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة حياقين. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.